صدقہ پھر بھی بابا سے بلند صلوات پڑھنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی فاطمۃ الزهراء علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمعت فاطمہ فدان الحسین والکسائی وقالا سلام علیکا یا جدہ وسلام علیکا یا من اختارہ اللہ آتا ذنولی ان ادخلا ما آکم آتا تلکسائی فقال وعلیکا سلام یا ولدی ویا شافع امتک دا زنت لکا فداخلا معہو ماتا تلکسائی فاقبل عند ذالکا ابل حسن علی ابن عبی طالب وقال سلام علیکا یا بنت رسول اللہ فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبات كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم هو مع والديك تحت الكساء فأقبل علي والقساء وقال سلام عليك يا رسول الله أتظن لي أن أكون معكم تحت القساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي
وصاحب لواء قد عزنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم اعطيتنا والكساء وقلت السلام عليك يا أبداه يا رسول الله أتظنوا لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزارة قد عزنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بدار في الكساء يوما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي ولهم لا ويؤلموني ما يؤلمون ويحزنوني ما يحزنون وما أنا هرب لمن هربهم وسلم لمن صالحهم وعدو لمن أعداءهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وعزهم عنهم الرجس وطاهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد فقال الله عز وجل يا ملائكاتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء أما بنية والأرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبات هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال أزواج الله مال بيت النبوة ومادن الرسالة هم فاطمة وعبوها وبالها وبنوها صلوات اللهم صل على فقال جبرائيل يا ربي أتأذنوا لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فعبد الأمين جبرائيل جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي العالي يقرأك السلام ويخصوك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزاتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لعجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فأذنوا لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وإلا إنا نعم قد عزنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلي على محمد وعلي فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل إن الله فقال النبي صلى الله عليه وعليه والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل العرس وفي جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونازلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيتنا ورب القابة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله والذي يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني
برسالت نجی امادو کے روخا برونا زفی محفل من محافلی احل العرض وفی جمع من شیتنا ومحبین وفیہم محموم الا وفرج اللہ غمہ ولا مغموم الا وکاشف اللہ غمہ ولا طالب الحاجات الا وقضی اللہ حاجته فقال علی علیہ السلام اذ ولوا فزنا وسعدنا وكذلك شیتنا فاز والسعید فی الدنیا والآخرہ ورب القعبہ. ایک دفعہ سورۃ فاتحہ تلاوت فرمانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کریم اللہ محمد اور اہل بیت محمد کا واسطہ حاضر پڑی کلام اس پاک مجلس کا اہتمام بے حق کے 14 معصومین بالخصوصاً جناب سیدہ کی بارگاہ چہدیہ کی عقیدت پیش کر دیا قبول فرما. کریم اللہ اہل بیت محمد دا واسطہ 14 معصومین دی عزت و عصمت دا واسطہ اس پاک ذکر دا صدقہ سادات و مومنین تی اپنی رحمت فرما. کریم اللہ جو سورہ فاتحہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کی گئی ہے کریم اللہ اس تصواب سید اختر علی زیدی اور سید حامد علی اور بیگم حامد علی کے نام اعمال میں احسان فرما. کریم اللہ بالخصوصاً 14 دی عزت و عظمت دا واسطہ جو بھی سادات و مومنین بالخصوصاً اس چقد اس جان فانی تو چلے گئے ان کو اعلیٰ علی جینا تھا فرما. کریم اللہ جو مومن بیمار ہیں بیمار کربلا دا واسطے انہوں نے شفا عطا فرما. جو بھی جرم قید کریم اللہ امام السقاسم دی قید دا واسطے انہوں نے قیداری آ فرما. کریم اللہ جو تنگ دستن رزق حلال رزق وسیع عطا فرما. کریم اللہ 14 دی عزت و عظمت دواستی بیمار کربلا دواستی سیدہ دے زخمی پہلو دواستی برادر وقار زیدی صاحب دی بیٹی کو سیت قابل عاجل عطا فرما. کریم اللہ 14 دی عزت و عظمت دواستی جن مومنین دعا مزی ملے انہوں نے شرعی حاجات پورے فرما. کریم اللہ محبان اہل بیت عزاداران سید الشہداء علماء حق دی قدم قدم پر محافظت فرما. دشمن اہل بیت دشمن اسلام دشمن پاکستان دشمن ملت جعفریہ کو نیست و نابود فرما. کریم اللہ امام زمانہ دے ظہور تاجیل فرما. اس سارے مومنان و بارویں آقا دی زیارت نصیب فرما. کریم اللہ ہم سب کو بارویں آقا دی ناصرین شمار فرما. کریم اللہ اہل بیت محمد دا واسطے سڑی دعا ما اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہ. بابا زبلن صلوات پڑھیں. اجے میرا ٹائم ہے اجے میرا ٹائم باقی ہے. بابا زیب الان سلوات پڑھے ہیں.